احنا دلوقتي فريق الكوره وضربه الجزاء جبناها في العمده. لا 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 حاجه العمده الجون بتاع العمده هنا الفريق بتاع العمده اتبهدل خالص احنا والله. كنا مع بعض واقول لحضرة العمده القشطه والزبده المفروض يكونوا باينين في البلد بتاع مش ما فيش اتغلب 3-0 حضرة العمده. ده يوسف يوسف ده احسن لاعب في الفريق وده تاني فرود وانت مش كده وبرده وانت برده اسر حسن سيدا بالفتاة. انت كنت بتصيف ولا ايه شكلك كده بتصيف في الترعه ولا بتصيف في راس البر بجد والله العظيم والله لا والله ربنا يوفقك انت المدرس بتاعهم ربنا يوفقك. اسم حضرتك ايه؟ محمد عبد الهادي سنه. متشكر اتفضل يا باشمهندس استاذ محمد. محمد عبد الهادي سنه هيجي منهم حاجه يعني يا فندم ان شاء الله قريب. محمد صلاح من الغربيه. لا طبعا توجيهات الاستاذ مديره الاداره استاذ جيهان باذن الله. استاذ جيهان بتفهم كوره ده يا فندم ده كل حاجه طبعا ده استاذ جيهان انت بتفهم كوره وفيها تعليمات الحمد لله اللي حضرتك شايفه باذن الله. ان شاء الله حد منهم يعني ان شاء الله يشرفنا الجدع بقى حضره العمده والنبي على البتاع. انا مش عايزهم يطلعوا زيك في الكوره ربنا يخليك حضره العمده. على فكره انت هو ساب لك الكوره الشاي عشان انت دافع عندنا. الله ينور عليك الله ينور عليك دافع عن العمده. احنا يعني عايز بس اقول لكم حاجه ان في ان القريه احنا مش كنا جايين نغطي كده حياه كريمه ونمشي على طول فاكتشفنا ان الناس دي نفوسها طيبه وناس عايزين يعيشوا ويتعايشوا وناس عايزين يطوروا بلدهم وعايزين يعني يحاولوا بقدر الامكان يبقوا قدام لاجيال واجيال واجيال. الراجل ده العمده بتاع البلد الحقيقه كل ما نيجي نتكلم يقول لك عمده البلد عمده البلد عمده البلد فيبدو ان هو برضه حاطط ايده في ايد حياه كريمه وحاطط ايده في ايد اي مبادرات كويسه في هذا الاطار. واحنا رايحين بقى مع حضره العمده دلوقتي في بيسموها ايه استوديو الطبليه. هنقعد كده مع حضره العمده ومجموعه صح كده حضره العمده صح يا جماعه مجموعه كده من الاهل البلد كده ونشوف الدنيا ماشيه ازاي بدل ما اغلبك في الكوره يا دي النيل شاكرين الف شكر شاكرين يا فندم.